بدي اذكر يلي حابب يتابع رياضي متحد ال بي سي اي سبورتس على الفيسبوك وكمان الشمول كمان وستيل جديد لصالح فريق عمان من فاست بريك سابيو لا وولتر محاولة ثلاثية بسجل المرمى اسماعيل احمد بياخذ المحاولة الثلاثية من محل بعيد بسجل وولتر هات بسجل كمان وولتر أوستن بيلعب على السلة بسجل أوستن مع اسماعيل احمد عم ياخذ المحاولة الثلاثية بسجل 11 لصالح رجال مدرب الجومجات اللي شمعون بسدد على الارك بسجل أوستن بسدد على الارك بسجل أوستن فادي الخطيب بيخترق بيعمل موف حلو كتير بسجل فادي الخطيب فادي بمرر لسبنسر تسديده ثلاثية فادي بمرر جون عاصي حلو كتير المحاولة لا لا يا جون البرت زينون عم بمرر للرستوم اوبن شوت بعد الارقام احمد هالمرة بيسبقه على الطابة مكرم بمرر لمين ما بمرر مكرم لوالتر هاتش مكرم حلو كتير اللي رستوم بالفاست بريك مع دي وريك سبنسر اللي رستوم بيسجل وولتر هاتش بمرر لبرا عند مكرم مكرم بيسدد على الارك بيسجل مكرم على دي وريك سبنسر البرت زيدون بيسدد على لا 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 تحت السله بيطلع لبرا لكريم كريم بيسدد على الارك اذا خيو البرت 29/12/2014 اللي رستوم عم يفضيه لكريم هايك بياخذ المحاولة الثلاثية بسجل ينجح ريباوند لدي وريك سبنسر والكوارتر الثالث مشاهدينا لا 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 يا دي وريك سبنسر فادي عم ياخذوا لهايك تحت السلة بسجل فادي فريق عمان من كريم زينون بمر لقدام عند ساميوك اللي بروح على السلة 72 لصالح عمان ساميوك هاي لاف ذيس جيم أوستن بمرر للرستوم رستوم بسدد على الارك بسجل الرستوم يعمل فيك فادي الخطيب بسدد مدري الشوت بسجل الخطيب أوستن ما معقولة هيدا مش أوستن هادي هيدا ستيف أوستن بهالحركة وولتر بيخترق بمرر لساميونغ عم بسدد على الارك بسجل ساميونغ 35 ثانية بيبقى لنهاية الجيم فادي الخطيب بسدد محل بعيد لا 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 يا الرستوم بيخترق الرستوم بمر لفادي والخطيب بسجل ساميون بيعمل فيك تحت السلة بسجل ساميون بيقتل البيك كبير للاعبي هومنت من ديوريك سبنسر بسجل ديوريك سبنسر كريم بمر لوالتر وولتر عم يسدد من محل بعيد ما بينجح بالمحاولة مكرم على الريبوت اسماعيل عم يسدد على الارض فريق الشوفيل بيفوز بالمباراة